مرحباً أعزائي مشاهدين الكرام في هيئة أمهر الإعلامية، وأنا سأقدم لكم موجز أخبار اليوم. دعا الدكتور المنتخب توتش اللباتو شعب أمهر أن يراقب المتسلسلين من الجبهة الشعبية لتحرير تجراي في كل الهياكل الإدارية، والذين يشككون إمكان عمله سراً مع الجماعة الإرهابية، وإلى ضرورة الحذر من الذين يبثون خطاب الكراهية والفرقة بين شعب أمهر. إعداد التقرير سلمان عبد الله. أظهرت جبهة شعب تحرير تجراي في حصارهم الأخير لإقليم أمهرة إرادتهم الحقة في هدم إثيوبيا وإنهاء شعب أمهرة، كما ذكر ذلك الدكتور توتو اللباتشو. هدم إثيوبيا وإنهاء شعب أمهرة والعمل على عدم قيامه من جديد نفسيا واقتصاديا، وذلك بقتل الأبرياء واغتصاب النساء وسرقة وحرق الممتلكات، خير دليل على ما تطويه جبهة تحرير تجراي الإرهابية، لدرجة أنهم أصبحوا يعطون الأولوية في القتل لأصحاب الثقافة والمعرفة والمتعلمين. وأشار الدكتور اللباتشو بأن الجبهة الإرهابية لا زال معشعشا في ذهنها تلك الأفكار الراديكالية التي نشأت عليها، فلا زالت تبحث عن أدوات تعينها على بث الفرقة والاختلاف التي تمكنها من زرع الفتنة داخل قومية أمهرة. كي يقوم الأخ الأمهري على قتل أخيه ويقاتل الأمهرة بعضهم البعض، لا زالت جبهة تحرير تجراي الإرهابية تعمل من خلال وسائل التواصل والإعلام وعبر معاونيها من الغربيين في نشر بروغاندا الفرقة والخلاف، وذلك لأن اقتتال أمهرة فيما بينهم يسهل على العدو اختراقهم، وهذا ما ينبغي أن ينتبه له شباب أمهرة. هذه الحرب التي أقامتها جبهة تحرير تجراي وحولتها مؤخرا إلى حرب بين شعبي أمهرة وتجراي، وذلك باستهداف مدني أمهرة وأبريائهم، يدعون إلى ضرورة إيقاظ شباب أمهرة وإعلامهم بأن طوفان الإبادة الجماعية القادم لا يفرق بين أحد، كما ذكر ذلك الدكتور توتو اللباتشو. الذي يغتصب أهلك وزوجتك ويسرق أموالك وممتلكاتك بلا سبب لا يختلف عن أي عدو خارجي أتى لإنهائك بالكلية، وأن لا حوار مع من هذا شأنه إلا بعد وضعه للسلاح. ودعا الدكتور إلى ضرورة الحذر من الجواسيس المزروعين داخل الدوائر الحكومية وبين أبناء شعب أمهرة. جميع الأزمات الحكومية التي طرأت على إثيوبيا تاريخيا لم تكن تخلو من الجواسيس، مما يدعونا في ظل كهذا وضع أن نكون يقظين، وأن على حكومة الإقليم أن تفتش وتنقب خلف موظفيها بالتعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى، وكذا مواطني الإقليم يجب أن يتيقظوا ويركزوا على كل من يتخفى بينهم لإعلام الجهات الحكومية عن حقيقته. ذكرت الحركة الوطنية أنها ستحشد في ضحط الشعارات الكاذبة ضد أثيوبيا. معد التقرير سلمان عبد الله. في ظل هذا الوقت العصيب تمر بلادنا إثيوبيا في حالة حرب إلكترونية وواقعية مكثفة داخليا وخارجيا، ومن أجل اجتياز هذا الوضع الراهن ستعقد جمعية الاستثمار في الشباب الإثيوبي وكذا الحركة الوطنية للشباب رسالة تحت شعار الظرف الأبيض إلى البيت الأبيض. وذكرت الحركة الوطنية المعدة لهذه الحملة أنها ستساعد في دحض الشعارات الكاذبة التي تنسج ضد إثيوبيا. ناتشو بوستا غورف لناتشو بيتامنغست. سيشارك في هذه الحملة 5 مليون شاب وشابة، حيث يعدون الخطابات للمواطنين في عدة تجمعات وعدت لدعم هذه الحملة، وقد استبقنا بخطة واضحة منذ فترة زمنية في آلية تنفيذ هذه الحملة، وستكون من 3 مسكرم وحتى 15 من شهر مسكرم بما يوافق التاريخ الإثيوبي. وأشارت الحركة الوطنية أن هذه الحملة ستساعد في إطلاع المجتمع الدولي على حقيقة ما يجري في إثيوبيا، وهي جزء من العملية الدبلوماسية. بسوشيال ميديا وقطتها سووش لسووش يتقنانيو سووش كم هذه الحملة هي جزء من الدبلوماسية التي تتيح للمواطنين العاديين الذين ليس لهم أي منصب سياسي من الوصول إلى أصحاب الشأن
عبر خطابات مفصلة توضح لهم مجريات وحقائق الواقع، وهي حملة تبين مدى التعاون القائم بين المواطنين الإثيوبيين والحكومة الإثيوبية. وقد أجرى حاليا في أكثر من 1100 مديرية ومدينة في إثيوبيا 5 ملايين شاب استعدادهم لجمع وإرسال الخطابات التي تصلهم. دعا الصحفي المستقل حالي يحيى بعدم تزييف الحقائق والمعلومات من جانب مصر، ودعا لضبط الإعلام العربي بها، وكما دعاها للاعتراف بالحقوق المائية لدول الجوار. إعداد التقرير الزميل عثمان محمد. الغرض الأساسي من إنشاء سد النهضة هو توليد الكهرباء لتعويض النقص الحاد في الطاقة في إثيوبيا، ولتصدير الكهرباء إلى البلدان المجاورة، حيث من المتوقع أن يكون السد أكبر محطة للطاقة الكهربائية في أفريقيا وسابع أكبر محطة في العالم. سيكون للسد فوائد كبيرة، ليس فقط القيام بإنتاج الطاقة الكهربائية وتصديرها، بل سيكون له آثار إيجابية على دول الجوار، مثل الحظ من الفيضانات لدول المصب وتنظيم سير مياه النيل. حيث ذكر الصحفي المستقل السيد حالي يحيى أن سد النهضة لن يكون له أي ضرر على دول المصب كمصر والسودان. نعم، يعني مصر ما زالت تتشكك، ما زالت تتخوف، ما زالت تبدي الكثير من القلق من موضوع سد النهضة، لكن أثيوبيا أيضا يعني كررت تكرارا ومرارا للإخوة في الجانب المصري أن هذا السد لا يضر بالجانب المصري، أن هذا السد هو السد لتوليد الطاقة، لا يحجز الماء. مصر لديها كثافة سكانية كبيرة، لكن يجب أن لا ترى هذه الكثافة فقط في مصر، لكن هناك أيضا كثافة سكانية كبيرة في أثيوبيا. أثيوبيا تريد أن تستفيد من سد النهضة بقدر الإمكان دون أن تضر، أن يتم يعني الإضرار إلحاق أي ضرر بدولتين المصب مصر والسودان. لذلك، وأضاف المحلل السياسي المستقل السيد حالي يحيى أن تدويل القضية إلى الأطراف الغير معنية لن يكون له أي نتائج إيجابية ولن يساهم في حلحلة الخلافات. أنا أقول لك أن مصر حاولت تكرارا مرارا جر هذا الملف إلى جامعة الدول العربية. هل أثيوبيا عضو في جامعة الدول العربية؟ ما الذي يفيد أن نقل هذا الملف إلى جامعة الدول العربية؟ لذلك أنا لا أرى من الحكمة أن يتم تدويل هذا الملف سواء كان جامعة الدول العربية أو سواء كان إلى مجلس الأمن الدولي. هذا أنا أعتبره خطأ، ويعني على يعني أستغرب إذا مصر، لماذا مصر الكبيرة، مصر الدولة المعروفة التاريخ حضارة، أن تسير حول هذا المسار؟ لأن في فترة سابقة كانت مصر رئيسة الاتحاد الإفريقي، كان بمقدورها أن تحل هذا الموضوع داخل البيت الإفريقي. لماذا حينما خرجت مصر من رئاسة الاتحاد الإفريقي تحاول أن تدول هذا الملف؟ لذلك أثيوبيا دعت إلى محاولة حل هذا الملف داخل البيت الإفريقي. البيت الإفريقي هو البيت الأنسب لحل جميع المشاكل الإفريقية. مصر والسودان وأثيوبيا دول إفريقية بالدرجة الكبيرة، إذا كان السودان يتكلم اللغة العربية أو مصر، لكن أثيوبيا دولة إفريقية. لذلك كيف لك أن تقوم تحاول أن تستميل الدول العربية للضغط على أثيوبيا؟ ونعرف أن العلاقات الأثيوبية العربية علاقات متميزة جدا، والتاريخ العربي الأثيوبي تاريخ كبير جدا، العلاقات اليمنية السودانية الأثيوبية، علاقة الجزيرة العربية بأثيوبيا تاريخ قديم جدا. وذكر كذلك السيد حالي يحيى أن الحل في ملف سد النهضة يكمن تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. أنا ما يعني أريد أن أقول أن تدويل ملف سد النهضة لن يفيد مصر ولن يفيد السودان ولن يفيد أثيوبيا. لا بد من العودة إلى الاتحاد الأفريقي والجلوس مرة أخرى بإرادة سياسية حقيقية، برغبة حقيقية لحل هذا الملف. والآن تأكد تماما أن مصر أبدت يعني روحا إيجابية للجلوس مرة أخرى في على طاولة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. قال رئيس الوزراء أبي أحمد في رسالة له في يوم الخير، وهي مناسبة تتكرر كل عام، ازدهار أثيوبيا ليس بعيد المنال عن الخير. وقال الخير هو أن تفعل ما هو أفضل للبشر جميعا في جميع الظروف والأماكن والأزمان. الخير يشمل ترك الحسد والإخلاص في العمل وعدم عض اليد التي امتدت إلينا بالخير. قالت وزيرة السلام مفرحات كامل أن التنظيم الإرهابي للجبهة الشعبية لتحرير تجراي يروج لمعلومات كاذبة متناقضة، يدعي أن هنالك ناس يموتون من الجوع،
في حين أنها تحشد الناس وتمنع عن وصول المساعدات، وذلك من أجل الترويج بمعلومات كاذبة وملفقة، في حين تحتفظ بالغذاء والمساعدات لجيشها وميليشياتها. وقالت أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار الإنساني من جانب واحد، استمرت مئات من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية، في ذلك البذور المحسنة والأسمدة والوقود، في الوصول إلى منطقة تيغراي. وقالت الوزيرة أنه عندما تم اتخاذ القرار لتفعيل وقف إطلاق النار الإنساني من جانب واحد، تم تخزين المواد الغذائية والأدوية والوقود وغيرها من المواد الحيوية في منطقة، والتي يمكن استخدامها لمدة شهرين. أكد برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من 100 شاحنة وصلت إلى مغالي تحمل 3500 طن من المواد الغذائية وغيرها من البضائع الإنسانية المنقذة للحياة. وقالت أنه لزيادة تسهيل المساعدات الإنسانية، خفضت الحكومة الاتحادية بشكل كبير عدد نقاط التفتيش للقوافل الإنسانية. قالت عناصر من قوات الأمهر الخاصة أنهم يقاتلون من أجل عودة الشعب إلى حياتهم السلمية من خلال تدمير النظام الإرهابي. وقال أفراد من اللواء القوات الخاصة لأمهر الذين يقومون بقمع الإرهابيين والغزو من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في دبر زبيت لأميكو، سيحتفلون بالعيد الجديد بالنصر. وقال الرقيب المساعد كيندو أنه يقاتل الجبهة الإرهابية بالرغم من الشمس والمطر والبرودة من أجل تدمير الجماعة الإرهابية. وكما تمنى للجميع الأثيوبيين عطلة هادئة وسعيدة، وقال إننا سعداء لأننا نقضي على العدو. وتمنى الكابتن فقر كاسة لجميع الأثيوبيين سنة جديدة وسعيدة، كما نقلوا رسالة تهنئة لأسرهم ورفاقهم. وقال المفتش فقادو كبده أن أهالي أمهر الذين شردتهم الجماعة الإرهابية يقاتلون من أجل العودة إلى قراهم وعيش حياة مستقرة. وقال سنحتفل بالعام الجديد ونحن في الملاحم ضد العدو لحماية الناس من الجماعة الإرهابية. وأتمنى للأثيوبيين عام السلام والسعادة والمحبة، وأتمنى للحكومة لعام 2014 السعادة والازدهار. وقال العام الجديد سيكون وقت الذي دمر فيه العدو وندخل في حياة جديدة ورؤية جديدة، وأتمنى أن يكون العام الجديد يوم النصر ومحبة لكل الأثيوبيين ورفاقهم. ووصلنا إليكم إلى نهاية حلقتنا، وكنت معكم أنا فيوري زوالدي مقدمة الأخبار. وكل عام وأنتم بخير لدخول عام 2014، وتتمنى هيئة أمهر الإعلامية عاما مليئا بالسعادة والمحبة والإخلاص.